دونك من بعد ما اكتشفنا لا فاساد جيت وشنو الدور ديالها، قلنا لا فاساد جيت كتساعدنا اننا نديفينيو في البروفايدر ديالنا او سيرفيس بروفايدر واحد لا بيرميسيون اللي في وسطها كتكون واحد لا فونكسيون كتروتورني ترو الا بغينا نقولوا ان عندنا الحق في كذا، او كتروتورني فولس الا بغينا نقولوا ان ما عندناش الحق في كذا. كذلك كنقدروا نمشيو نعيطوا لهاد لا فاساد جيتس باش نستخدموا لي ميثود ديالها اللي ولا ديناي باش نفيريفيو واش الشخص اللي مكونيكتي او لا شخص ما عنده الحق في واحد لا بيرميسيون ديجا كنكونوا عرفناها ولا لا. خدمنا في الجزء ديال لا فيريفيكاسيون باللو وديناي، دابا بغينا نشوفوا لا ميثود اوتورايز اللي كتلعب نفس الدور. اذا الى غنعطيو الخلاصه بالنسبة للدور الأول اللي هو لا ديفينيسيون، هذا بحد الساعة باقي كنخدموه بنفس الطريقة اللي هو كنعرفوه في لا ميثود بوت ديال اوت سيرفيس بروفايدر. الجزء الثاني اللي هو لا فيريفيكاسيون قلنا كيدار بإلا ولا ديناي، أو دابا غنكتشفوا لا ميثود اوتورايز ونشوفوا الفرق بيناتهم. دونك لا ميثود اوتورايز هي كتفيريفي لينا واش الشخص اللي مكونيكتي عنده الحق في واحد لا بيرميسيون اللي كنكتبوا سميتها، فهي كبارامتر أول ديال هاد لا ميثود اوتورايز، وكنستفو من بعد كاع لي بارامتر اللي كتحتاجهم هاد لا بيرميسيون، باستثناء هذاك اليوزر اللي مكونيكتي بلا ما نعذبوا راسنا، يعني بحال الو ما كنديروش لان الاوتورايز كتعطيه لينا ديريكت، يعني كتعرفوا راسها. غير اللي كاين هنا هو ان هاد الاوتورايز هادي ما كتحتاجش نبقاو نقولوا اف وحنا اللي كنلوحوه ل 403 ولا لا، هاد اوتورايز هي كتحاول ان تفيريفي الشخص مكونيكتي انهم اوتوريزي الى كتخلي تكمل الخدمه اللي مكتوبه، سينو هي كتعطي اكسبسيون، وهذيك الاكسبسيون دو تيب اوتوريزيشن اكسبشن راسها كيتم لا كونفيرسيون ديالها لواحد لا ريبونس اتش تي تي بي 403، يعني اوتوماتيكمون غدوز ديك 403 بلا ما نعذبوا راسنا نديروها. فدابا الجزء الاول فاش غنتيستيو هذا الجزء تاع الديفينيسيون تيبقى نفسه، ملي كندوزو للجزء هنايا عوض ما تعذب راسك نتا ودير الايف وتخدم هادشي كله، عوض ما يدير بحال هكذا غادي تجي انا غنديرو كومونتير، يعني تحطوه انا حاطاه ليكم هنايا في الايديت، تقدروا ديروه في اي ميثود ما كاينش مشكل، غتولي كتخدم بسينتاكس اقل، غدير هكذا اوتو رايز وتتعيط نيشان السميه ديال لوتوريزاسيون اللي ديجا صاوبتي، وتتعطي ليها لي بارامتر اللي محتاج حتى كتكون موجدهم، ولا حنا في هذه الحاله راه البوست راه كاين هنا صافي، ما كتقول لا دوزو ل 403 ولا والو، هو غيدوز راسو 403 فوالا. دونك هادي اوتورايز مشيت هنا واحد الاش سيتو. دونك دابا الا مشيت عاود استيس هاد الشخص هذا اللي قلنا اللي مكونيكتي دابا فورماتريس، الا بغى ايديتي هاد 400 هاد لو بوست رقم 2 شتو دار اوتورايز، رجعت لي اوتوماتيكمون 403 وقال لي راه هاد لاكسيون ني با اوتوريزي. علاش؟ لانه في لاباز دو دوني هاد لو بوست رقم 2 مولاه هو اليوزر رقم 2، اما حنايا اللي مكونيكتي عندنا هو اليوزر رقم 20 اللي هي فورماتريس. دونك الا مشيت بدلت لو بوست اللي بغينا اننا نموديفيوه فوالا، غنلقاو انه دابا عادي غيعطيني الفورمولير، كون كان انا ما كملتش لا بارتي ديال موديفيكاسيون هنا ما بقيتش كملت ليه اش يدير، كون قلت لي شي حاجه راه غادي يخدمها بشكل عادي. الا لاحظتوا الفرق دابا ان هاد اوتورايز هادي كتسهل عليا الكود، ما كتخلينيش نبقى نكتب انا ديك ابورد 403 اكسيتيرا، كدوز اوتوماتيك فوالا. دونك هادشي اللي كاين، بيان سور الا كان عندي هذيك لا بيرميسيون اللي خدام عليها ما محتاجاش بوست معين، بحال مثلا لا بيرميسيون ديال كرياسيون ديال شي بوست هو اصلا يلا غيتكريا، يا اما ما غنديرش هنايا والو يعني ما غنحتاج حتى بارامتر، يا اما نعطي الاسم الجلوبال ديال لا كلاس النموذجيه اللي كندويو عليها، بحال هكا نديرو بوست بوان دو بوان كلاس وغادي تخدم. هذا بصفه عامه كاين جوج انواع ديال لي بيرميسيون، بيرميسيون كتخدم على انستانس ديال واحد لا كلاس معينه ولا واحد لو موديل معين، ودي بيرميسيون اللي لا يحتاجون هذيك الانستانس، فكي قلنا تعطي النموذج سميت الكلاس النموذجيه، ولا حتى الا ما درتيهش راه ما كاينش مشكل فوالا.
دونك دابا نقدروا لواحد اخر يبغي يزيد يطور من لو ميساج اللي كيت افيشا، فما يحتاج اوتورايز، يعني كاين طرق اخرى، بحال شي واحد مثلا ما يعجبوش هاد لو ميساج هذا اللي تيت افيشا لينا في الحاله تاع الخطا، يكون هو باغي يبدلو هاد الميساج، هاد الشي اللي كيت افيشا ما بغاش. دونك الا ما بغيتيش غتقدر انك في لا ديفينيسيون ديالك ديال الجيت ديال لا بيرميسيون غادي تمشي تعيط على يعني ريسبونس اللي هي وتكون دير يوز هنايا، وتتعيط على الالو ديالها تتقول ليه هنا كدير بحال كيتسمى هذا سيت ان اوبيراتور دو كومباريزون، هنا تتقول ليه مثلا فيريفي لي هاد اليوزر واش هو ادمين، تطرح سؤال دير بوان دانتيغاسيون، الى اه غتعيط على الاو اللي هي اون ميثود ديال ريسبونس، يعني تقولي صافي خليه يدوز، الى لا دونك دو بوان، كتعطي الحاله الاخرى تقولي الى لا غادي تعيط لا ميثود ديناي اللي هي كتمنعو انه يدوز. وعلاش انا اصلا نعيط لديناي؟ لانها ميثود تقبل بارامتر اللي هو عباره على جمله ديال الخطا، تديرها انت وتتعيط على يعني تتقول ليه هالخطا اللي بغيتو يتافيش. دونك اشنو غادي يوقع دابا؟ غنجيو لهنا، بغيتي احنا غير غنتيستيوها، تجي عوض ما ديرها هكذا غدير بحال هكا. دونك حنا غنخليها بنفس السميه او تعطيه ميم، يعني ما عندناش مشكل حنا في شي نديرو هذا كامله. وهنا ما كتخليش ليه ريتيرن ترو ولا ريتيرن فولس، لا كدير ليها حتى تعطيه كتقول ليه ها هو التساؤل اللي عندك، لا خرجات ليك ترو راه غادي تدوزو، لو دو بوان الا في الحاله الاخرى تاع ديناي غيتكتب ليه هاد لو ميساج. كنأونغوجيستري هذا، أونغوجيستري، نمشيو نتيستيو نشوفو شنو عندي هنايا. قالك شي يوزر عندي بروبليم كوبي كولي وسط يوزر، هاد يوزر هنايا نحيدها كاع ديرها بحال هكذا، لانه انا ما دايرش اليوز ديال اليوزر و ريسبونس واقيلا غادي نحتاجها، ها هي داكشي باش دايرين هاد ريسبونس، سينو نعيطو حتى لو موديل ديالنا. دونك ندير بحال هكذا ونمشيو الفوق ونديرو يوز ريسبونس كاينه، صافي دونك هي ريسبونس كاينه. انديفايند بوست، نشوفو هاد البوست هادي اللي معرفهاش، اه ما عطيتوش كبارامتر هنايا، نسيت بار بوست فوالا. دونك ها هو كيما كتشوفو كيولي عطينا ميساج اخر، هذا غير تفصيل، يعني نتا اللي عرفتي اوتورايز وهذا راه بارك عليك. كذلك كاين اشياء اخرى كاين اللي ما غاديش يبغي مثلا انه ات افيش عليه ميم هذاك ال 403، الا بغى ما يتافيشاش ليه 403 عوض ما يعيط لديناي، غيعيط لديناي ويد ستاتو وكيعطيها الرقم ديال ليغوغ اللي بغاها تخرج ليه بالضبط، يعني 404 باش نقولو نوت فوند ولا شي رقم اخر، كاع الاخطاء كيبداو ب 400. تجي هنا ديك الساعه انت كتكون غير مهتم بلو ميساج، غات بيرسوناليزي اش كدير بحال هكذا 404 ولا تيستي. فوالا هنا عطاني 404 نوت فوند، نقدر انا ندير ليه 401 غير باش تيستيو لي زيغور اللي كاينين، فوالا اكسيتيرا. المهم تختار انت ليغور اللي عندك، اما الا كانت غير 404 راه مصوبين ليها اون ميثود خاصه بها اللي هي ديناي از نوت فوند، يعني تقدر ديرها هكا ديناي ستاتوس 404 ولا تقدر ديرها ديناي از نوت فوند. المهم هنا في لوكور انا كنعطيكم الاقتراحات الاخرى اللي كاينه على اساس انكم تعرفوا انه في الاصل القدروا نخدموا بالجيت، كاين عندي جزء تاع التعريف ديالو في الاوت سيرفيس بروفايدر في لا ميثود بوت كان ديفاينيه، وجزء كان نخدمه في الكونترولور اللي هو لا فيريفيكاسيون ديال لا بيرميسيون. سواء هنا ولا هنا كاين طرق متعدده اللي شفناهم حتى لدابا.